اول الكلام نبارك لعمالقه النادي الاهلي، عمالقه فريق السله اللي حسموا لقاء ربع النهائي في مواجهه الجهراء بنتيجه 93-54 وتاهلوا لمباراه نصف النهائي اللي هيواجهوا فيها ان شاء الله فريق كازما الكويتي، واللي تاهل طبعا على حساب الاتحاد. والمباراه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه اللي جايه باذن الله، ان شاء الله خطوه جديده في مشوار التتويج بافتتاحيه الموسم بالنسبه لالقاب وبطولات النادي الاهلي، وكل التوفيق لرجالتنا ان شاء الله في بقيه مشوار البطوله. بالنسبه لكازما الحقيقه فريق يعني مش تقيل قوي، لكن الحقيقه وانا بتكلم على طبعا فكره انه كسب الاتحاد وخصوصا مع سيناريو المباراه، كان رقا بيقول لي عندهم لعيب حكايه جايب نص، يعني الاتحاد خسر 104 هو جايب 53 بوينت من ال 104، فبالتالي طبعا لعيب امريكي محترف اعتقد اسمه كيفن ميرفي اذا صح كده. طب بما انك صححت بالاسم بقى ارحب بيك انت وخالد فاروق عصام طبعا وخالد عامر المتالقين دوما في السادسه كل يوم اربع مع الكره العالميه. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم منورين الدنيا. مساء الفل. مساء الفل. عندنا جولتين مهمين جدا في اثنين شامبيونز ليج، بما ان احنا بدانا تشامبيونز ليج الافريقي فهنتابع معاكم بقى كل يوم اربع مع كل جوله كده الدنيا ماشيه ازاي، واكيد طبعا تشامبيونز ليج الاوروبي اللي مش جاي على الهوا السنه دي ولا ايه؟ طيب خلينا نبتدي بتشامبيونز ليج او بدور 32 في تشامبيونز ليج الافريقي الاول، ابرز النتائج او اهم النتائج اللي لفت نظركم، خصوصا ان الجوله كان فيها كتير من المفاجات خصوصا مع الكبار. هو الاسبوع ده مش اسبوع الكبار لا في اوروبا ولا في افريقيا باستثناء الاهلي طبعا اللي حقق الفوز خارج ارضه على الاتحاد المونستيري. ابتدي بماتشات 32 معاك يا فاروق، شايف النتائج ازاي واكتر نتيجه لفتت نظرك؟ اكيد طبعا النتائج تعثر الكبار سواء الوداد المغربي او الترجي التونسي امام فرق نيجيريه اللي من فتره طويله جدا الكره النيجيريه ما كانتش بتفرز انديه او بتفرز كوره كويسه على صعيد الانديه، كان الاهتمام اكتر في المنتخب باللعيبه المحترفه وما كانش فيه اهتمام بالدوري المحلي، لكن نتائج الانديه النيجيريه في البطوله السنه دي بتقول ان في استثمار كده موجود في الكره النيجيريه على غرار اكتر من دوله في افريقيا، بقى في استثمار في بعض الانديه الجديده، لان معروف كان نيجيريا كان نادي انيامبا النيجيري هو اللي مسيطر على الكوره أيوة محليا حتى وافريقيا، لكن دلوقتي بنسمع افريقيا دول يعني تقوم وترجع، يعني بالزبط. في فتره من فترات كان اشانتي كوتوكو مثلا اسك ابيدجان القطن الكاميروني جه شويه انيامبا مازيمبي، يعني في دول بتقوم وبتقع ما على حسب الاستثمار تاني. يعني هو في افريقيا على حسب الاستثمار، يعني نادي مثلا زي مازيمبي اندثر فتره ورجع فتره على حسب الاستثمار اللي كان موجود، سواء كان موجود رئيس الاتحاد الحالي اللي كان موجود في مازيمبي او اللي بعده وحاليا الاستثمار موجود لسه في مازيمبي، فهو على حسب الاستثمار في الانديه الافريقيه، وده ما بيدومش كتير، يعني الاستثمار ممكن يدوم لخمس سنين بيبقى النادي صاعد، ممكن تلاقيه في نص النهائي بيبقى موجود في دور المجموعات بعد كده المباراه النهائيه، لكن بعد فتره بيبقى في اندثار شويه في واعتقد ده اللي موجود حاليا في الكره النيجيريه. طيب نستعرض معاكم نتائج الماتش عشان لو برضه نفكركم بيها، بما ان الماتش بقى لنا كذا يوم، دي جولة 32 طبعا يانج افريكانز لا الاول المريخ السوداني في مواجهة اهلي طرابلس بنتيجة 2-0 لصالح المريخ، نتيجة طبعا على ملعب المريخ فكانت نتيجة منطقية. يانج افريكانز تعادل 1-1 مع الهلال السوداني، اسكو كارا توجو خسر على ارضه على ملعبه بنتيجة 1-2 قدام شبيبة القبائل الجزائري، جمعية نجلك النيجر خسر 0-2 الارض ما لعبتش مع اصحابها الجوله دي 0-2 قدام الرجاء الرياضي المغربي، كيب تاون الجنوب افريقي خسر بنتيجه 0-3 قدام بترو اتلتيكو على ملعبه برضو نتيجه كبيره جدا طبعا، فيبراس الاوغندي تعادل 0-0 مع مازيمبي الكونغولي، الاتحاد المونستيري خسر على ارضه وسط جمهوره من الاهلي نتيجه 1-0. ايوه هاتوا لنا التقايل بقى، هاتوا لنا المفاجاه التقايل جاي ده نيجيريا مكسره الدنيا ماميلي دي لا لاباس سيشال خسر 7-0 في ملعبه من سان داونز جاي ايه يكشر عن انيابه، اتقل نتيجه طبعا واتقل سكور في الجوله. ريفرز يونايتد ما سمعتش عنه قبل كده من نيجيريا كسب، واحده من المفاجات طبعا حتى وان كان على ارضه وعلى ملعبه، بس انه يكسب الوداد حامل اللقب بنتيجه 2-1، ونفس النتيجه اتكررت من بلاتو يونايتد ايضا النيجيري في مواجهه الترجي الرياضي التونسي بنتيجه 2-1، اعتقد ان النتيجتين دول هنقف عندهم انديه يعني انديه اساميها جديده برضه مش عارفينها، انا لسه بقول لك انا اول مره اسمع على بلاتو ولا ريفلز. بريميرو دي اوجوستو او الاول من اغسطس الانجولي خسر 1-3 على ارضه برضه قدام سيمبا التنزاني، واسيك ميموزا خسر على ارضه برضه اسيك ميموزا كوت ديفوار على ارضه 1-0 من هورايا كوناكري الغيني،
بعد كده دي جوليبا المالي بنتيجه كسب 2-1 على شباب رياضي بلوزداد، وفلامبو البوروندي خسر طبعا يعني هي طبعا اتلعبت عندنا هنا بس هي المباراه اللي بتتحسب انها على ارضه، خسر بنتيجه 0-1 قدام الزمالك المصري. نتائج مريبه جدا. الارض والله خلاص الارض يعني ما بقتش مقياس. وبعدين بغض النظر عن موضوع الارض، احنا بس لو يعني لو 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 نخلي الصوره عشان او ممكن نجيبها من عمبارح. تمام يلا يلا نجيبها لك. الترجي بيخسر من 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 فرقه نيجيريه زي ما احنا كنا بنتكلم. لو خسر من انيمبا كنت ممكن اتخيل. أيوه. كنت ممكن اتفهم ان هو بيخسر من انيمبا، بس بيخسر من فرقه اول مره تظهر في الحياه. أيوه. بلاتو يونايتد. أيوه. ريفرز يونايتد كذلك. المفاجاه كانت بالنسبه وأي لي واي حاجه ماشيه يونايتد ما عدا مانشستر يونايتد. ما عدا هو اليونايتد الوحيد اللي واقع اللي من ضمن المفاجات بالنسبه لي انه بريمير دي اوجوستو. بريمير دي اوجوستو ده كان سيمي فاينل 2019 2020 حكايه. وفرقه قويه جداً على ارضها. أيوه. قويه جدا بتخسر على ارضها من سيمبا. فريق كويس. فريق لطيف ما عنديش مشكله في ده، بس مش على ارضي اخسر 3-1 وانا فرقه كبير. يعني بريمير دي اوجوستو فرقه كبيره مش فرقه سهله تتغلب على ارضها. سيمبا اوكي تمام، احنا واخدين حد من سيمبا ولعبنا سيمبا وشفنا هم قد ايه بفرقه قويه على ارض الملعب، بس على ملعبهم بره ملعبهم مش بهذه القوه. في انه بريمير دي اوجوستو يخسر 3-1، انه باسك مموزه يخسر من حوريا كوناكري، اعتقد فيها ان شباب بلوزداد حتى وان كان خارج ملعبه بس يخسر 2-1 في المباراه. نتائج بتدل على زي ما كان فاروق لسه بيقول حالا، فكره الصعود والهبوط، فكره انه وزي ما انت ما كنت بتقول اتس فيز. كل فيز مرحلة. بيبقى بالظبط مرحله، كل مرحله بيبقى فيها صعود دول او صعود فرق وهبوط فرق اخرى، لانه زي ما هنشوف نيجيريا رجعت تاني بس مش رجعت بالاسم الاشهر اللي عندها اللي هو انيمبا، رجعت باسمين من بره الموضوع خالص. فهي فيزز بتطلع وبتنزل. الحاجه الوحيده الثابته في افريقيا هي مصر. الفرق المصريه في افريقيا هي الاهلي تحديدا بيجي بعديه الزمالك، وقيمه مصر في افريقيا هي القيمه الثابته الوحيده اللي موجوده في دوري ابطال افريقيا. صحيح. خلينا نقول مين الانديه يا احمد اللي ممكن تشكل تهديد في النسخه الحاليه او تبقى في نسخه قويه نقول ان هي ممكن تكمل. لو بنتكلم اعتقد ان سيمبا بقى في استقرار وفي تجارب كويسه، ماميلودي سان داونز اعتقد كمان من الفرق اللي على مدار السنين اللي فاتت كانت مكمله بشكل كويس، فرقه كمان بيتو اتلتيكو ميركاتو السنه دي قوي جدا بالظبط، وبعدين كورتهم معروفه وفي استقرار فني بقى لهم فتره. بيترو اتلتيكو كمان اعتقد ان هو مشروع كويس جدا في انجولا، والبطوله النسخه اللي فاتت كان بيقدم مباريات قويه جدا شفناها في مجموعته. هو تاهل على حساب الزمالك بالظبط على حساب الزمالك وكانت مبارياته كويسه جدا وعندهم كوره، فممكن النسخه دي هو كسب حتى مباراه الذهاب واعتقد ان هو خلاص شبه حسم التاهل. وكان ند كمان مع الوداد اللي وصل في النهائي اللقب يعني بالظبط. فدولت الانديه اللي احنا نقدر نقول لسه بقى النسخ النيجيريه دي محتاجين نشوف هل هيكملوا المفاجاه ولا لا، واعتقد لو كملوا المفاجاه او حد فيهم ازاح الوداد او الترجي هيبقى فرقه لازم لازم تتاخد في الحسبان. مفاجاه دور ال 32 القويه جدا والترجي او الوداد ما يخشوش دوري مجموعات دي هتبقى يعني قوية. يا ريت يعني بس هيلعبوا في ارضهم يعني بطل النسخه الاخيره من دوري الابطال يخرج من فرقه اول مره تظهر في التصنيف يعني بتبقى غريبه فعلا. غريبه. انا دايما بحب النادي الاهلي يواجه الفرق الافريقيه اكتر من فرق الاشقاء او شمال افريقيا. بحس المباراه حتى لو الفرقه الافريقيه هي افضل من فريق شمال افريقيا ولكن في كده شويه ايه، يعني لما تلعب لعيب من شمال افريقيا هو لعيب شبهك افكاره زيك عنده التزام تكتيكي كبير، لكن اللعيب الافريقي ممكن شويه بس احنا يبقى في شويه رعونه يعني تكتيكيه. يعني انا هختلف معاك في النقطه دي، يمكن ده كان زمان لكن في الخمس ست سنين اللي فاتوا لا يعني او في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ما بتهاليش انه في فريق في افريقيا قدر يتعب النادي الاهلي، واستثني من ده مباراه النهائي لان انت عارف مباراه النهائي الامور ما كانتش فير. يعني المباراه دي لو 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 اتعملت في ظروف طبيعيه 10 مرات الاهلي يكسب 7 أو 8 والوداد يكسب 2 يعني وهبقى فير كمان، لكن انت كسبان الوداد في اخر 3 سنين رايح جاي، كسبان الترجي رايح جاي، كسبان الرجاء يعني فيش حد في افريقيا ارهقك حتى من الكبار مع كامل التقدير والاحترام كلهم انديه كبيره جدا طبعا وبالتاكيد مرشحين للمنافسه على اللقب، لكن انت في السنوات الاخيره انت قدرت تروض شمال وجنوب صح ولا؟ يعني متفق بنسبه ومختلف بنسبه لانه لا التجارب مع فرق شمال افريقيا طبعا مع الوضع في الاعتبار
انه الاهلي كان الاكثر حظا عليهم في فترات كبيره جدا من الزمن، بنتكلم في اخر 5 سنين خسران 3 نهائيات الثلاثه من شمال افريقيا. تمام. فلازم نحط ده في الاعتبارات برضو واحنا بنتكلم. فيها عوامل خارج الملعب وفيها اللي بيقال ان هو بفعل فعل المصطلح اللي انا ما بحبش اقوله ولكن اللي هو الواضح جدا بالنسبه للجميع. بس ده ما ينفيش ان هم فرق لازم تحترم في الملعب جدا طبعا جدا طبعا، منافسين محترمين لازم تديهم حقهم. بص هو الاحترام المنافس ده سواء الاشقاء او سواء اي طبعًا فرقه طبعًا. ده جزء من الرياضه تمام جدا ما عنديش مشكله في ده، بس هو زي ما كان فاروق ما بيقول لو لازم تحترم الاشقاء في الـ في الـ في, الـ في شمال افريقيا اكتر من غيرهم لان هم شبهك وعارفين انت بتفكر ازاي لان هم بيفكروا زيك، حتى نفس المينتاليتي في الملعب، نفس الروح، نفس الجرينتا في الملعب. فلا يعني احنا محتاجين نبص بصه مختلفه كيف نواجه فرق شمال افريقيا خاصه في الحقبه الحاليه. ما بتكلمش تاريخيا لانه تاريخيا انت متفوق عليهم باي فار كمان مش بنسبه قريبه. يعني بقول لك لو استثنينا المشهد في النهائي انت التاسعه واخدها على حساب الوداد رايح جاي والزمالك هنا في مصر، اللي قبلها واخدها على حساب الرجاء، واخد سوبر على حساب الرجاء، واخد سوبر على حساب نهضه بركان، اللي بعدها واخدها على حساب كنت واخد فيها الترجي رايح جاي وخدتها في النهايه على حساب كايزر تشيفز. فاقصد اقول في نسخه انت طلعت سان داونز اللي كسبك وبعدين طلعت الترجي وبعدين لعبت الوداد طلعته وبعدين ولعبت الوداد تاني ولعبت الترجي تاني، انا ما عنديش مشكله ولعبت الرجاء ما عنديش مشكله في كل ده. الفكره اللي انا بتكلم عليها هي اللحظه الاخيره اللي هي اللي بتدوم بعد كده فور ايفر لما بتيجي تلاعب الفرق بتاعه شمال افريقيا. طب خلينا في النهائي فيرجن الاهلي السنه دي، يعني الظهور الاول طبعا لسه بدري قوي ان احنا نحكم، بس خليني حتى ده كان سؤال حلقتنا النهارده للناس. ظهر الاهلي لاول مره تحت قياده مارسيل كولر، خليني اخد رايكم في صفقات الاهلي اللي ظهرت، تقييمكم لشادي حسين. جميل. وبرونو سافيو في مباراه الاهلي والاتحاد المنستيري. برونو انا اعجبت بيه من الوهله الاولى، حبه من النظره الاولى كده. أيوه أيوه. يعني بغض النظر عن هو حتى هيبقى لعيب كويس او لا، بس في كده بوادر المهاره فرديه ما كانتش موجوده او ما شفناهاش من سنين كتير في الدوري، المهاره البرازيليه، اللعيب اللي بيقدر يدي كعب يودي احمد عبد القادر على في الوينج لوحده، لعيب بيقدر يعدي واحد على واحد بشكل بمهاره اللي هو السهل الممتنع، ودي حاجه هتمتعنا وتمتع جمهور النادي الاهلي، واعتقد ان هو عنده كتير. وحتى المركز اللي لعب فيه هو مركز رقم 10، انا بالنسبه لي كان جاي من الفيديوهات اللي شفناها ومن الكلام عنه كوينجر او كان راس حربه، ممكن يلعب راس حربه، لكن هو تواجد في مركز النادي الاهلي مع قفشه، اعتقد هيبقى في تبادل في الادوار ما بينه وبين قفشه كويس جدا. وكان في حاجه مهمه بقى شادي حسين عملها وانا لاحظتها، ان اغلب التمريرات اللي كانت جايه له من خط دفاع النادي الاهلي. ليه؟ لان كان في ترانزيشن بيحصل ما بينه وما بين سافيو، شادي حسين كان بينزل، وهو المدرب لما شاف بروفايل شادي حسين بقى عارف ان هو مهاجم متحرك، هو مش راس حربه، فانا هطوع تشكيلتي واطوع افكار المهاجم المتحرك ازاي، ان انا اخليه يفتح لي مساحه وينزل بقى، هو اغلب الوقت هو اللي بيستلم الكوره على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي، وبيدخل برونو سافيو وبيدخل طاهر محمد طاهر جوه المنطقه، فده كان بيبقى في وجود مساحه في دفاع الاتحاد المنستيري، واعتقد ان شادي هيتم استخدامه في الحته دي. لكن انا عايز اشوف النادي الاهلي معاه راس حربه. راس حربه تارجت، راس حربه هداف، واعتقد ان النادي الاهلي اللعيبه اللي موجوده تقدر تودي زي ما شفنا في مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا الموسم اللي فات، كله قال مانشستر سيتي مش محتاج لعيبه، مانشستر سيتي بياخد الدوري ومباراته كلها بيكسبها، لكن لما جه ايرلينج هالاند بقى في اختلاف كبير، لان لسه بالظبط ولسه لعيبه الاهلي تقدر تودي راس حربه في لو في راس حربه كويس، ولو شادي قدر يستثمر اللعيبه اللي حواليه وذكاء احمد عبد القادر ومهارته وجود برونو سافيو وجود بيرسي تاولا وكان هيبقى موجود وجود طاهر وجود حسين الشحات، في لعيبه كتير تقدر كراس حربه تستفيد منها. فاعتقد التجارب كانت كويسه، والتجربه حتى هو لو مش صفقه جديده بس بالنسبه لي فرق في الملعب 2 لعيبه، محمود متولي واكرم توفيق هو اكتر، لا هما صفقتين انا بعتبرهم صفقتين جداد. معلومه، اكرم توفيق هو اكتر لاعب استخلاص للكره في المباراه، مع ان المباراه دي هي اول مباراه ليه بعد الاصابه. الحاجه الوحيده اللي كان اكرم لسه محتاج وقته، ده طبيعي اي لعيب في العالم هيبقى محتاج الوقت ده فيها، هو الميس باس اللي كان موجود شويه زياده لان حساسيه المباريات مش موجود، لكن غير كده هو اكتر لعيب استخلاص للكره، هو اكتر لعيب كان موجود في خط الدفاع، عمل تاكلينجات او قطع للكره. ايه السكواد الحلو ده؟ يعني ما شاء الله ربنا يحفظ ويحميهم من الاصابات. يعني احنا بنتكلم على سكواد الحقيقه ما يختلفش عليه 2، وانت عندك بره كمان يعني بره مش بس اللي على الدكه، حتى اللي مش جاهزين عندك 7-8 دوليين يعني من على الفرازه،
يعني احنا بنتكلم على كواليتي لعيبه موجوده، وان شاء الله باذن الله برضه تاني باكد الاهلي ان شاء الله باذن الله هيعمل صفقه بوم هتكسر الدنيا ان شاء الله وتكون اضافه. السكواد ده خالد محتاج صفقات زي ما كان في كده نغمه موجوده ان الاهلي محتاج تدعيمات ومحتاج صفقات. انت شايف السكواد ده كان محتاج كل الصفقات اللي كان السوشيال ميديا او الاعلام بيتكلم عنها؟ بص انا تو بي فير، انا واحد من الناس اللي وقعت في الخطا ده، ان انا قلت ان الاهلي محتاج صفقات، لان انا ما حطيتش في حساباتي انه في عدد كبير جدا من اللعيبه المميزه اللي هترجع من الاصابات واللي هتريح من الاجهاد الكبير اللي كانت بتعاني منه. لما بداوا يرجعوا من الاصابات، ولما بدات اشوف المباريات الوديه، ولما بدات يعني اقعد امسك ورقه وقلم واكتب التشكيل بتاع الاهلي بعد الاصابات والاجهاد والكلام ده كله، شفت انه لا، انت الاهلي ما كانش محتاج صفقات بقدر ما هو كان محتاج، يعني زي الكلمه اللي انت قلتها دي اللي انا كنت بقولها لنفسي، عوده عمرو السوليه هي صفقه جديده، عوده اكرم توفيق هي صفقه جديده، عوده عمار حمدي هي صفقه جديده، كل اللعيبه التوب كلاس اللي رجعوا تاني للتشكيل وجاهزين ان هم يبريفورم بالتوب كواليتي بتاعه هي صفقه جديده 100% بالنسبه للاهلي. الصفقات اللي ضمها الاهلي وان كنت شايف ان هو كان محتاج تدعيم في مركز واحد، لانه انا مش مؤمن قوي بموضوع التوظيف. انا مؤمن بموضوع التخصص، وفي الحالات الاستثنائيه نوظف. أيوة. تمام؟ انا كنت مؤمن انه الاهلي محتاج بلاي ميكر. ليه؟ قفشه بيحصل له دروبات كتير بدنيه. البدني بيأثر على الجانب الفني، فكنت محتاج واحد يعمل روتيشن مع قفشه بشكل مستمر عشان تريح قفشه، عشان تعمل له الروتيشن المطلوب ده. برونو سافيو قدر يعملها بشكل، عشان كده بقول لفاروق اشكرك، لانه اكتر واحد مميز بالنسبه لي، وان مش هحكم عليه برضو لسه. أيوة. ولا على مارسيل كولر ولا على اي حاجه. يعني مارسيل كولر مثلا في المباراه، فكره الترانزيشنز اللي كان بيعملها، اللي كان فاروق بيتكلم عليها، من 4-2-3-1 ل 4-4-2 في الحالات الدفاعيه، وال 4-4-2 مش ثابته، مره بتلاقي شادي حسين هو الوينج رايت وطاهر محمد طاهر هو اللي جوه، مره بتلاقي احمد عبد القادر هو البلاي ميكر وبرونو سافيو هو اللي في الوينج، فكان في روتيشن كبير جدا في الملعب. الفكره في ده ان انت عندك لعيبه بتعرف تلعب في اكتر من مركز، ولكن فكره التخصص مش التوظيف. الاهلي كان محتاج بلاي ميكر بس، خلاص الميركاتو خلص، مفيش بلاي ميكر جه لحد دلوقتي. برونو سافيو هو الخيار الامثل للروتيشن مع محمد مجدي قفشه. ردا على سؤال فاروق، لا الاهلي بالشكل ده مش محتاج خالص. لا بس انا براهن على صفقه ثانيه تبقى ما حصلتش باذن الله في ميركاتو يناير باذن الله. مش يناير؟ لا يناير. اوكي يناير. وشايف المعلومات انت مخبيها ولا ايه؟ لا بص، هو يعني انا كنت مستعجل جدا على الصفقه، وكان نفسي تحصل قبل بدايه الموسم، لكن قدر الله ما شاء فعل لاسباب كتيره جدا ما تمتش. بس شايف انه ده خير، وشايف انه ده افضل، لانه الظروف لما تيجي تعمل صفقه ممكن جدا، بالذات لما تكون اجنبي، سيبك من الصفقات المحليه، كل انديه ممكن تعمل صفقات محليه في ميركاتو يناير، لكن الاجنبي الخامس بتاعك وكل الانديه تقريبا خلاص يعني عملت صفقاتها بالظبط. انت شفت الخواجه كمان، يعني مستر كولر شاف القماشه اللي معاه، قعد جربهم في 7-8 ماتشات، عارف هو عايز ايه، فاهم، او ايه الحته اللي ناقصه في البازل عنده عايز يقفلها. السوق كمان بتاع يناير في اوبشن ما كانش موجود عندنا كنوادي في مصر بقالنا 3 سنين، هو التزامن. انت دايما كل موسم انتقالات عندك بيحصل بتكون الانديه او المسابقات الثانيه قفلت قوائمها وابتدت مسابقاتها، فعشان تفاوض نادي انه يسيب لك لعيب هو بيلعب بيه مستحيل، قصه صعبه جدا جدا، ومش هيعرف يعوض، لازم يستنى الميركاتو اللي بعده. لكن اول مره بيحصل، فبيتهيألي دي هتدي اريحيه شويه لاداره النادي في الاختيار. طيب حاجتين بقى، هو انت تخيلت مثلا انه ممكن في يوم من الايام يبقى في خط هجوم في العالم بيقوده ايرلينج هالاند كراس حربه، على شماله فيل فودن، انا بشوف فيل فودن واحد من اهم واخطر الاجنحه في العالم دلوقتي، وفي اليمين مثلا كيليان امبابي، هل السيناريو ده ممكن يحصل؟ لسه فاروق بيتكلم انه الناس قالت لك السيتي يا جماعه مش محتاج صفقات، هتجيبوا صفقات ثانيه ليه؟ فراح راجل خابط هالاند في بدايه الموسم كسر الدنيا. الكلام النهارده على انه كيليان امبابي، وده على عهده الماركا في اسبانيا ولو باريزيان في فرنسا، انه كيليان امبابي اتكلم مع اداره باريس سان جيرمان، انا ماشي في يناير. قالوا طب احنا موافقين بس بشروط، مجموعه شروط، اهم شرط فيهم ان نروح في اي حته ما عدا فين؟ ما عدا فين؟ انت عارف طبعا فين؟ ما عدا طبعا ريال مدريد، يعني يمشي بس ما تروحش ريال مدريد. وداخل في الصفقه دي انديه انجليزيه، منها المان سيتي، منها ليفربول، منها تشيلسي، ومنها اليونايتد. ايه قصه ميلان مش موجود؟
اوكي دي قايمه بقايمه اكتر باكتر اللعيبه ده طبعا دول اغلى لعيبه على مستوى العالم. كيليان امبابي في الصداره ب 115 مليون. عادي فرعوني الكيليان امبابي. نتكلم خد بالك خد بالك دي الارقام الرسميه. في ارقام تحت الترابيزه. لا مالناش علاقه. وفي عقود رعايه وفي اعلانات وفي سفير مش عارف بطوله ايه وجزء من الاعلانات. في نسب كتير في حاجات كتير. فالرقم ده ممكن يبقى مضاعف يعني. يعني مثلا لو نيمار هنا محطوط، نيمار محطوط ب 78.5، نيمار واخد في لقب سفير بطوله كاس العالم رقم تقريبا يوازي الراتب السنوي. الراتب السنوي ال 115 بتوع كيليان امبابي. الكلام اللي طلع في الوقت بتاع توقيع كيليان امبابي على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان كانوا بيقولوا ان هو داخل في 900 في 750 900 بالعقود بالرعايه بالاعلانات داخل في 900 مليون. انت متخيل الرقم ده؟ رقم 9 ده اندرياس انيستا. انيستا لسه في الصين لغايه دلوقتي منتهي لكن هو حاليا هو ماضي عادي مع في اليابان في الياباني وعامل حتى شركه استثماريه مع ملاك النادي واعتقد ان هو اتكلم وصرح ان دي اخر موسم ليه وبعد كده هيرجع برشلونه. خد بالك برضو فكره رحيل امبابي في التوقيت ده ايه؟ لو يشتروا مثلا خافيتشا او يشتروا يعني حد ولا ايه؟ يعني اقصد اقول انه باريس سان جيرمان عينه على لقب دوري الابطال ولسه بدري قوي عشان تسيب لعيب زي كيليان امبابي في يناير. اعتقد بتصعب بشكل كبير من فرص. هي كانت الفكره من بقاء واعتقد ان فريق ممكن يتفق معايا في الموضوع ده لانه كان موضوع معروف جدا بس ما حدش بيتكلم فيه. هو كانت فكره بقاء امبابي في باريس سان جيرمان هو واجهه دعائيه لقطر قبل كاس العالم. فكان باريس سان جيرمان والاداره القطريه لباريس سان جيرمان مش مستعده على الاطلاق ان هي تخسر نجمها الاول والببليستي اللي جايه من وراه قبل كاس العالم. كاس العالم هيخلص في شهر 12. كيليان امبابي لو عايز يمشي في يناير بالسلامه اتكل على الله مفيش مشكله. في ثلاث اسباب اتكلمت عنها ماركا ده اللي هي ادت لغضب كيليان امبابي. ثلاث اسباب دول ايه؟ هو كمان غضبان. ما هو سبب رحيله الغضب لان يعني. هو جدد عقده لسه في شهر 5 فان هو يغير قناعاته في خلال ثلاث شهور في حاجه حصلت. ده بيلعب بطريقه ان الكوره بتاعتي يا جماعه يعني الكوره دي بتاعتي. ما هو ما كانش معاه بعدين نجوم في الفريق يعني كلهم سوبر ستارز يعني ميجا ستارز. لو كان هو لعيب ما بيفكرش في الامور دي ما كانش حط بند في عقده يسمح له ان هو الاداره تاخد رايه استشاريا في امور اداريه. دي اول مره تحصل في تاريخ الكوره واول مره يبقى لعيب ليه راي. فاسباب غضب كيليان امبابي او اسباب اللي هي ادت ان هو يطلب الرحيل ودي كانت صدمه بالنسبه لجماهير البي اس جي. اول حاجه كان نيمار لان هو اتسرب ان هو ما كانش حابب نيمار في الفرقه والسبب مش علاقته بنيمار خالص. يعني سبب ان هو عايز نيمار يمشي مش علاقته بنيمار. السبب اللي هو ادى للسبب الثاني في غضبه ان هو مش عايز يلعب راس حرب ومش عايز يبقى موجود في مركز راس الحربة لان هو بيشوف ان وجوده في مركز راس الحربة بيقلل من عدد الاهداف اللي بيسجلها وهو دايما بيطمح لمركز كريستيانو رونالدو في ريال مدريد. المركز اللي هو في وجود كريم بنزيما كان موجود لكن الهداف واللي كان عليه العين واللي كان بيسجل اكتر سي ار 7. ليه؟ لان هو موجود في مركز الجناح الشمال او المهاجم الثاني اللي هو بيتفتح له المساحات ويقدر يسجل. لكن اللي موجود حاليا في البي اس جي في المركز ده هو نيمار فعشان كده كان عايز نيمار يمشي. الحاجه الثالثه يا خالد قبل ما تروح للحاجه الثالثه وتاكيدا على كلامك نفس اللي حصل في 2018 ما كانش هو المهاجم الصريح كان بيكاتن سايب من على الوينج وكان هو اخطر لعيب موجود. فده تاكيدا على كلام فاروق ان هو نفس الموديل او نفس النموذج بتاع كريستيانو رونالدو امبابي عمله بالفعل ونجح فيه جدا فهو عايز يرجع له مره ثانيه. هو مع وجود ميسي مع يعني لما حصلت صفقه ميسي انا كنت متوقع انه كيليان امبابي هيبقى جناح شمال ميسي جناح يمين نيمار في القلب ايكاردي قدامهم ايكاردي يعني ده كانت التركيبه المنطقيه. حتى انا ساعتها قلت يعني يا بختك يا ايكاردي يعني انت بيلعب تحتك نيمار في ثلاثه بيخدموا عليك وعلى يمينك ميسي وعلى شمالك امبابي فانت يعني في النهايه انت بتلعب مع ثلاثه هم الاتقل. طلع ان قدوم ميسي هو سبب من اسباب الرحيل لان السبب الثالث لغضب كيليان امبابي هو علاقه ميسي بنيمار. لان هو دايما شايف ان علاقتهم هم مقربين لبعض حتى داخل الملعب وهو كان شايف ان هو حان الوقت بقى ان انت زي ما اللعيبه كانت بتبص لكريستيانو لان هو دايما كريستيانو عنده قدوه زي ما اللعيبه كانت بتبص لكريستيانو وتدي له الكره عشان هو يخلص. دلوقتي حاليا ده ما بيحصلش لان دايما في ثنائيه ما بين ميسي ونيمار ما بتعجبوش في اوقات كتير. وحتى ده الانفعال ده ظهر قدام الكاميرات وظهر في الملعب بيبقى فيه تمريرات موجوده كيليان امبابي بيعترض قدام الكاميرات وبيخرج من الهجمه وبيروح على جنب بشكل غريب جدا. اتنفخ اديله حاجه يعني طبعا. مع احترامي لموهبته انا ما اقدرش انكر موهبه كيليان امبابي طب اقول لك حاجه بس ما هوش بعظمه
اساطير دليل على النفع طبعا يعني دليل على النفع يعني مقارن مثلا امبابي بفرنسا مثلا زين الدين زيدان ادى 10 امبابي لما قارنه بتيري اونري ب 10 كيلين امبابي ايه سر الايجو العنيف دول حتى ده دول نجوم صف ودول نجوم صف اول ده انت لما تقارنه بباتريك فييرا ده باتريك فييرا كقيمه صحيح. في الملعب أيوه. لا ما يعني انا مش متفق معاكم خالص ازاي انت اجانس ده كيليان امبابي انا مش عايز اقول ان هو أنا افضل شايف من تيري اونري افضل في العالم اساسا دلوقتي انا مش عايز اقول ان هو افضل من تيري اونري او افضل من زيدان لكن كيليان امبابي لو استمر بمستواه ده هيحقق انجازات لمنتخب فرنسا والنادي هتفوق كل الاساطير اللي احنا بنتكلم عليها دي لان هو لعيب ذكي جدا لعيب عنده كل مقومات المهاجم او طب نقفل المايك بتاع فاروق يا جماعه لا هقول لك حاجه اصل حاليا ما هو ايرلينج هالاند ما نقدرش نقول ان هو افضل من كل الاساطير اللي فاتت لكن الكوره الحديثه دلوقتي بتتطلب مقومات وبتتطلب لعيبه بتتطوع للافكار الحديثه كيليان امبابي هو المثال للمهاجم اللي يجب ان يكون في كره القدم الحديثه لعيب سريع لعيب عنده مهاره لعيب بيسجل من انصاف الفرص بيقدر يصنع فرص لنفسه فهو حاليا اعتقد والمستقبل بالنسبه له مبشر جدا وحاجه اخيره لعيب كويس مش اخر حاجه عارف باريس سان جيرمان طالب كام في كيليان امبابي لسه الخبر ده طالع في ماركة قبل ما اجي يعني من ساعه ومن ساعتين طالب كام الانديه اللي عايزه كيليان امبابي في يناير 400 مليون يورو أوكي. بعد التجديد لان هو مجدد لحد ما هو امشي واحنا عايزين نص مليار يعني فالرقم ده لما يتدفع في لعيب ليه حق يتغرر بص يا صديقي انا هختلف معاك في نقطه صغيره جدا كره القدم في المقام الاول مهما كان او مهما بلغ نجوميه اللعيبه اللي فيها هي لعبه جماعيه تمام الفارق ما بين فرنسا 98 وفرنسا 2002 فرنسا 98 كانوا اندر دوجز مش معروفين قوي بيلعبوا بالتيم سبيريت تياري اونري زيدان جور كاييف كل الجيل بتاع 98 ما كانش معروف قوي فكان بيلعب بالتيم سبيريت لما تعرفوا وده بقى تيري اونري وده بقى زين الدين زيدان وبتاع راحوا 2002 خرجوا من الدور الاول وما عرفوش يرجعوا غير لما رجع التيم سبيريت تاني في 2006 الى حد ما مبابي لو فضل زي ما انت بتقول بنفس الاداء الرقمي هيحقق ارقام قياسيه كتير بس مش هيحقق انجازات لان هو عمره ما كان بيلعب بالاداء الجماعي اللي كان بيلعب عليه تيري اونري وزين الدين زيدان هو لو خد دوري الابطال هيبقى مفيش بطوله ما خدهاش هو الاهم من دوري الابطال بس انا متفق معاكم ان انا ضد اللي بيعمله دلوقتي وضد النفخه الكدابه اللي هو واخدها انا ضدها تماما لكن هو كلاعب كوره لا هو لعيب لا يعلى عليه مين احرف انا هقرا كده دماغكم مين احرف رونالدينيو ولا ليو ميسي؟ لا سؤال صعب على حسب هرد بنظره فلسفيه انا بسال سؤال واضح احرف فلسفية. احرف مين احرف؟ احرف كوره مين لعيب احرف كرة؟ رونالدينيو طبعا رونالدينيو رونالدينيو طبعا في حد مين افضل؟ مين اعظم؟ دي قصه ثانيه بس بتكلم لو كانت عاليه رونالدينيو زي عاليه ميسي كان هيبقى افضل الله يفتح عليك يعني لو كان كمل بعمر ميسي او كان البيك بتاعه او التوب بتاعه كمل مش هقول لك خمس سنين بس هم البرازيليين كده لا لا لاند شويه لا ده في قصص يعني تتقال يعني على رونالدينيو ده دي نيلسون رونالدو ادريانو رونالدينيو ادريانو ده بيجيبوه دلوقتي بيقول لك ده دخل كارتيل باين وحاجه كده صح في ساعه في قصه على رونالدينيو انا بس مش عايز يعني بس نقول على الهوا كان رونالدو البرازيلي مين احرف رونالدينيو ولا زيدان رونالدينيو احرف طب مين احرف؟ رونالدينيو احرف واحد جه عشان ما نقعدش هنا واحرف راس حربه كان رونالدو طبعا رونالدو نازاريو طبعا طبعا فرونالدينيو تخيل كم الاستهتار وكم ايه ده لا ثانيه انا عندي سؤال قول لا انا عندي سؤال قول رونالدينيو ولا مارادونا؟ احرف؟ لا رونالدينيو اوكي ماشي شكرا اشكرك اشكرك بس بص انا مارادونا في حته كده مارادونا ولا ميسي؟ مارادونا مارادونا مفيش نقاش طبعا ميسي. لا لا مارادونا طبعا كاريزما كاريزما وزمن غير الزمن بص انا بعتبر ميسي افضل دريبلر عرفته يعني كره القدم افضل دريبلر هو دريبلر شاطر جدا وبسير خد بالك وإنجازات. خد بالك من حاجه مهمه جدا خد بالك من يعني النقطه دي ما حدش يقدر يحكم فيها ميسي لو كان ظهر في فريق وفي جيل غير الجيل اللي كان موجود معاه في البارسا انا رايي انه كان ممكن جدا ما يبقاش ميسي ممكن يعني ميسي ظهر في جيل في اسبانيا في 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 كاتالونيا جيل عملاق بس هي لعبه وات اف دي هتفتح احتمالات ليه وات اف ما هو دليل الارجنتين
ده الارجنتين مش موجود في الارجنتين. ميسي ما قصرش، بس في نفس الوقت ما كانش بيقدم نفس المستوى الكوره اللي بيلعبها او نفس الارقام اللي كان بيقدمها مع برشلونه. لا بس كده. مع الوضع في الاعتبار ان هو دايما بيطلع مان اوف ذا ماتش، هو هيبان في كاس العالم اللي جاي. هيبان جدا يعني كاس العالم اللي جاي دي بالنسبه له هو بيتهيالي اهم تشالنج للموسم ده كله، اهم من التشامبيونز ليج. احنا في حلقه جايه هنتكلم فيها فقط عن منتخب الارجنتين عشان الكلمه دي تحديدا، عشان انا في تحليل مش رقمي ولكن تحليل احنا هناخد فني. المنتخبات كلها يعني تمام، احنا مش هنسيب المنتخبات بس انا بتكلم على فرق الكواليتي اللي كان الارجنتين عليه قبل ميسي وبعد ميسي. طيب ده اللي بتكلم خلينا عليه، خلينا ناجل ده لغايه لكاس العالم. طبعا طبعا. سريعا بقى نبص على نتائج امبارح كلها سقوط للكبار. انا عمال اضيع في الوقت عشان ما نروحش لسقوط الكبار. جرى ايه ده؟ مش انت لوحدك يعني، انت جيت في الزحمه، فيمكن الدنيا مش الناس بقى يعني السيتي قدام كوبنهاجن كان في نقص عددي، لكن برضو في النهايه ده السيتي يا جماعه، الناس كانت مستنيه حفله اهداف نتيجه مباراه هالاند ما لعبش. شختار نزل في الشوط الثاني. لا ليه؟ عشان جوارديولا بيتحين يورجن كلوب يوم الاحد. ففيل فودن جنبي على الدكه، ايرلينج هالاند جنبي على الدكه. برضه يا فاروق مش مبرر يعني، ما تقنعنيش. مش مبرر. انت بتلعب مع كوبن، الكلام ده تقول لي انت بتلعب مع تشيلسي او بتلعب مع الميلان او بتلعب مع يعني فريق بس مش ملاحظ ان كل الفرق اللي كسبت الثلاث ماتشات الاولانيه شختار اتعادل مع الريال، كسب الثلاث ماتشات الريال، كسب الثلاث ماتشات الاولانيه. مين ثاني نتائج امبارح؟ الميلان انا بعتبرها قدام تشيلسي، صحيح بشوف في ظلم تحكيمي تعرض ليه الميلان. الميلان قدام تشيلسي خسر بنتيجه 2-0. باريس قدام بنفيكا برضو بعتبرها نتيجه 1-1 يعني. ازاي برضو؟ فالحقيقه والنتيجه دي بتحط ضغوط مضاعفه على يوفي، واليوفي 2-0 خساره قدام اليوفي اعتقد خرج يعني. خلاص يعني الموضوع بقى صعب جدا بالنسبه لليوفي، ان لم يكن مستحيل. انا ما اعرفش، لا مستحيل خلاص. هو محتاج بنفيكا يخسر الماتشين، ما ياخدش نقطة واحدة كمان. محتاج بنفيكا يخسر الماتشين واليوفي يكسب الماتشين بتوع باريس وبنفيكا، وده طبعا انسى، ما فيش الكلام ده. ميلان يعني ظلم. بمناسبة الميلان بس قبل ما اخش في النتائج وقرايتكم السريعة جدا عشان عايز اروح برضو لماتشات النهاردة، واحنا اختلفنا كنا بنتكلم في ديبيت قبل الهوا على ضربة الجزاء بتاعت الميلان، وانه كنت بقول انها ممكن الحكم يحسبها ضربة جزاء بس ما تستحقش على الاطلاق طرد من وجهة نظري، فكان خالد وفاروق بيقولوا ان القانون اتغير وشرحوا لي حاجة كده ما كانش في وقت ان انا استوعبها وافهمها، فخليني اعرف ايه القانون اللي اتغير وايه علاقة الفاول بره منطقة الجزاء وجوه منطقة الجزاء. تحبوا مين يبتدي عشان انا انا اقول لك القانون اتغير ازاي؟ يلا روح. دلوقتي كان في حالة في الدوري الانجليزي كانت شائكة شوية، كانت في مباراة كده يعني، كانت حتى الصحف كلها اتكلمت عليها، ان اللاعب لو منفرد وهو جوه منطقه الجزاء وتعرض لعرقله سواء او مسك، او كانت العرقله يعني ما فيهاش مخالفه يعني، ما فيهاش تهور او ما فيهاش تعمد للتدخل عنيف، تمام، فهي مخالفه، وحتى لو هو منفرد وتحسب له ركله جزاء خلاص تبقى مخالفه وانذار، ما بقاش فيه العقوبه الثلاثيه اللي موجوده اللي هي الايقاف بعد كده للطرد وطرد اللعيب وضربه جزاء. فاتغير القانون، بقت ان هي لو جوه منطقه الجزاء وما بقاش فيه تهور في التدخل او التدخل يستدعي بطاقه حمراء، ان هي تبقى انذار وركله جزاء، وعشان المباراه لا تحتمل، لان دايما الفيفا رايح للمتعه، فانت المباراه امبارح خلاص انت قتلتها في اول 16 دقيقه، ما بقاش فيها متعه، فالقانون اتغير. لكن الحكم الالماني كان حتى جورجينيو اللي نفذ ركله الجزاء وسجلها خرج بعد المباراه، قال ان الطرد قاسي جدا، طرد كان غريب بالنسبه له، فلو العرقله كانت خارج منطقه الجزاء ساعتها يبقى بطاقه حمراء صريحه وما فيهاش كلام، حتى لو عرقله عاديه لو انفراد مجرد لمس لو انفرد بالظبط. بس هي الفكره في الموضوع ان هو حكمها بحاجه صغيره قوي، قال لك انه طالما انه اللاعب في ثلاث حاجات معايير بيتم الحكم عليها: استحواذ اللاعب على الكره، قربه من خط المرمى او من منطقه احراز الهدف، وانه استحواذه على الكره وقربه والوضعيه بتاعته في مواجهه المرمى، تمام. الثلاثه دولت لو اتحققوا مع بعض، حتى لو جوه البنالتي اريا، الثلاثه دولت لو اتحققوا مع بعض ان هو مستحوذ على الكره بشكل سليم وقريب من المرمى وفي وضعيه تسمح له باحراز هدف، وواحد من الدفاع تعمد الاعاقه بشكل يمنعه بالظبط، تعمد الإعاقة بشكل يمنعه من إحراز هدف بياخد طرد. بس الفكرة إن أنا لو بتزحلق على الكورة حتى لو جوه البنالتي أريا بهدف الوصول للكورة وشنكلت الراجل حتى لو هو رايح انفراد، أنا باخد إنذار عشان العقوبة الثلاثية اتلغت، اللي هي فكرة إن أنا بطرد
وبيتحسب على فريق ركله جزاء وبتوقف الماتش اللي بعد كده، فدي تمام. عقوبه ثلاثيه. العقوبه الثلاثيه بتطبق لو هي من بره المنطقه. أيوة. لو انا من بره المنطقه فانا منعت على اساس انه من بره المنطقه فرص الهدف اقل، فرص الهدف بالظبط كده. فهنا اغلظ العقوبه الاداريه واديله كارت احمر بدل كارت اصفر، مع الوضع في الاعتبار ان هي مش بينالتي اصلا. أيوة. لا, 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 لا 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 هي فيها اعاقه. بص انا شايف لا فيها اعاقه، فيها شد، بس هي دي الحاله اللي تنطبق عليها التدخل الطبيعي في الكور، اللي هو انا حتى لو مسكته طبيعي، يعني تدخل طبيعي. انا ممكن، يعني انا رايي الفير بتاع الكره دي انها تتحسب بينالتي وانذار، ما فيش تعمد للإزاء. هو قطم ظهركم بقى. مفيش تعمد. واللي قطم ظهرنا اكتر على فكره في سير المباراه، اللي قطم ظهر ميلان اكتر تغيير بيولي. باخراج ابراهيم دياز في عز ما انت محتاج واحد يوصل الخطوط ببعض، اخراج ابراهيم دياز بقى. بس على الاقل كان عندك امل، كان بس عندك حاجه. خالد عايز اقول حاجه، عايز اقول لك حاجه، لو حد عايز يبقى مرجع كده وريفرنس للاداء، لو انت بتلعب فريق منقوص تعمل ايه، يتفرج على المباراه دي ويشوف جرام بوتر عمل ايه. بس يعني لو عايز بقى تفاصيل اقول لك عمل ايه، اقول فريق منقوص ازاي تستحوذ على الكوره، وازاي لا لان دايما لا انا هتخانق معاه بجد يعني. لا اقول لك حاجه، في دايما فرق بتبقى ناقصه وبتقدم مباريات كبيره وبتقدر ترجع في النتائج. لا تمام اوكي، لكن انت عشان تمنع الفرقه ان هي ترجع في النتيجه، وتمنع فرقه ب 10 لعيبه ان هي تأدي ماتش كويس عليك، تمام. اتفرج على جرام بوتر عامل ايه. بس الكلام ده المعيار فيه، انا اسف لو هخرج بره الموضوع، المعيار فيه لو تشيلسي بيلاعب مانشستر يونايتد. بس لما تلاعب الميلان اللي هو اصلا عنده لاك اوف كواليتي، وانت تشيلسي عشان نختم امبارح بقى خالد هسالك سؤال، الميلان فقد فرصه في المجموعه خلاص؟ لا ما اعتقدش. ما تعتقدش لا قادر يرجع لسه. لسه عندك دينامو زغرب وعندك سالزبورج في ميلانو. فلا انا عارف، بس يعني بشوف انه يعني وكوبنهاجن عنده اربع نقط كمان، الفرقه الاخيره في المجموعه. ده اربع نقط، ودينامو زغرب في المركز الثاني. لا مش كوبنهاجن، دينامو زغرب. دينامو زغرب عنده اربع نقط، وفي اخر المجموعه عنده اربع نقط. طيب هتلعب تشيلسي لسه؟ نعدي بقى بسرعه عشان ندي بقى. يلا يلا. واحد كنت بقول في وانا بستعرض الجي بي اس وصلاح خسارتهم طبعا من ارسنال، انه الامل يعني مهما حد يقول الكره في الملعب والبطوله موجوده، انا شايف انه ليفربول مع بريمير ليج مش السيزون ده خلاص انتهى. فبالتالي هل شايفينه ادعى انه نركز اكتر بقى في الشامبيونز ليج، وانه اللي خسرناه هناك في البريمير ليج نعوضه في الشامبيونز ليج، ولا شايفين يورجن كلوب بيقول لك السنه دي او السيزون ده مش السيزون بتاع ليفربول؟ خالد لا، يورجن كلوب مش من النوع اللي بيرمي. حلو، ممكن يلعب على الشامبيونز ليج، بس هو اعتقد انه زي ما انت ما قلت ان هو في الدوري زي ما كان عمل قبل كده مع بروسيا، فكره الترانزيشن ايرا، ان هو خلاص انا السيزون ده في الدوري بالظبط، فانا هبدا ابني للي جاي. بس في الشامبيونز ليج لا، هيكمل المنافسه. عنده فرصه في الشامبيونز ليج؟ لا طبعا. ليفربول لو لعب فرقه قويه وعندها معروف، لان المشاكل ليفربول الدفاعيه هي موجوده. لو لعب فرقه زي بي اس جي، ليه الهزه حصلت ليفربول بشده السنه دي؟ لانه يعني ما حدش يقول لي انه ماني يا جماعه، يعني ماني ما كانش بالتقل ده ولا بالتاثير ده في فريق زي ليفربول، وكان الحقيقه الفريق فيه سكواد على اعلى مستوى في كل الخطوط. عندك لعيبه كلاس ايه، فيرجيل فان دايك، الكانتارا، صلاح، فيرمينيو. يعني ايه الهزه اللي حصلت في ليفربول السنه دي بعيدا عن قصه ماني؟ ببساطه ان انت ما عالجتش الثغرات اللي كانت موجوده في فرقتك، وكان بيداريها نجاحات او مستوى نقول فوق طاقه اللعيبه. لكن لما اللعيبه، مش هنقول بقى استهلكت بدنيا، لكن اللعيبه بعد اكتر من خمس مواسم في التوب فور طبيعي، لا مش شبعت فنيا بدنيا ونفسيا بيقلوا. لاعب زي ارنولد كان موجود ثغراته موجوده في ليفربول وكان بيتم استغلالها، لكن عشان ليفربول كان فايق، كان لعيب زي هندرسون موجود على طول خلف محمد صلاح بيسد الثغرات دي وكان في قمته بدنيا. حاليا هندرسون ما بقاش قادر يغطي المساحات دي، وحتى هو اتصاب فتره طويله وما تمش تعويضه. لعيب زي فينالدوم لما مشي ما تمش تعويضه باللاعب المناسب، ونابي كيتا شفنا ان هو صفقه جت وما استفادش منها. فحاليا اعتقد ان يورجن كلوب ما عملش حساب الفترة دي اللي هي بعد سبع سنين اللي دايما عنده مشكلة فيها، وانا شايف ان يورجن كلوب الموسم بتاعه مع ليفربول مش هيبقى ناجح. طيب. واعتقد ان اليوفي حاليا فرصة مثالية ليورجن كلوب ان هو يبدا معاه السبع سنين جداد في يوفنتوس، ومشروع في ايطاليا، ومشروع يبقى بالنسبة له جديد، يروح. لان اعتقد ان اليجري مش هيكمل. معلش يا خالد ما تزعلش مني، لكن اليجري مش هيكمل. عايز قرايتكم سريعا جدا خالد، ماتشين النهارده رينجرز في مواجهة ليفربول، وانتر في مواجهة البارسا. اعتقد ان ليفربول
فرصته اكبر في مباراه رينجرز. رينجرز فرقه على قدها شويه. مباراه الانتر اعتقد ان البارسا ممكن يعمل حاجه انتقاما من المستوى الكارثي اللي عمله في المباراه اللي فاتت. هاي. والانتر هيخش المباراه بتحفظ دفاعي كبير جدا. شايف ان البارسا كان افضل من الانتر في الماتش اللي فات. بس ما عرفش يوصل. بس ما خلص. ما عرفش يوصل حتى. هاي. يعني هو كان افضل في الاستحواذ بس مش افضل في الخطوره. الانتر لعب الماتش زي ما هو عايز. دي مشكله تشابي بقى. فده كارثي بالنسبه لي. طبعا. فده هو هينزل عايز يعوض ده بحلول فرديه وحلول تكتيكيه مختلفه. وفي المقابل الانتر هتحفظ دفاعي اتوقع كبير جدا. ضغط كبير جدا على برشلونه. هتشوف اني فيهم النهارده؟ لا اكيد بقى اكيد البارسا. اكيد البارسا. اكيد البارسا لان رينجرز كمان مش الفرقه زي ما قال خالد ان الفرقه اللي ممكن الواحد يعني يتوقع ان دي هتبقى اللي بتقلب عليها كل شويه تبص اخبار الدنيا صلاح جاب جون ولا لا. لكن البارسا كمان الضغط كبير جدا لان البارسا لو خسر اعتقد ان هو خلاص مش هيبقى ليه امل. يعني هيبقى الانتر والبايرن حسموا. لكن على الجانب الاخر ليفربول معلش في المجموعه بتاعته كانت خدعه شويه ان هو حقق نتائج في اوروبا. لكن لما لعب اقوى فرقه في المجموعه خسر بنتيجه كبيره جدا. فلما يتاهل ويجي من حظه ان هو لان هو متوقع ان هو هيطلع تاني فيقابل متصدر مجموعه هتقابله فرقه قويه. فاعتقد ان هم مش هيعدوا دور 16. احنا شفنا ريال كل السنه اللي فاتت كل شويه يفلت من موقعه ويفلت من موقعه ويفلت وانقول هيخرج في الثمانية هيخرج في اللي بعده هيخرج هو هيخرج في الدقيقه 95 سحر مش ممكن يعني. نورتوا الدنيا مسعى جزيل دايما والوقت بيجري معاكم هوا. شكرا جزيلا على وجودكم معانا وان شاء الله نتقابل الاربع اللي جاي نستمتع بيكم بجد. خالد عامر وفاروق عصام شكرا جزيلا على وجودكم معانا وشكرا لحضراتكم وعلى كل خير. نتقابل ونحتفل ان شاء الله ببدايه مرحله جديده بقى في مشوارنا في دوري ابطال افريقيا بعد ما نقدم عرض قوي يطمن ويفرح ويسعد كل جماهير النادي الاهلي يوم السبت في مباراه العوده في مواجهه اتحاد المنوسيليا. بشكر حضراتكم وعلى كل خير. دايما نتقابل في السادسه. تحياتي لكم.